فيديو النهارده موضوعنا من اللي انا بحبهم بقى، الجو ابتدى يسقع والشتا داخل، احسن سيزون كل سنه، لو مختلف معايا عاركني. النهارده اقول لك على 6 حاجات اساسيه لازم يبقوا عندك في الشتا السنه دي، شتا 2023. تعال نشوف الحوار ده. I wake up flex on down night check no drip this tell him run it on no sleep no rest might crash might wreck but first die stretch tell him run it on. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم مكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل بتواجهنا سواء في صحتنا شكلنا عاداتنا كل يوم وازاي نواجهها عشان نبقى في احسن صوره وننجز شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. وبالمره وانت تحت كده قول لنا في الكومنتات ايه الحاجات اللي ما تقدرش تستغنى عنها كل شتاء، بتلاقي نفسك كده كل شتاء بتروح لها تاني. قول لنا تحت في الكومنتات كده يمكن فايتانا حاجه. تعال نشوف حوار النهارده. الشتاء عند ناس كتير منهم انا السيزون المفضل كل سنه، مش بس في الجو وكمان اللبس. خلصنا من الحر والعرق والتلزيق، داخلين بقى على الفرفشه والانبساط. الناس اللي بتقول لك ده سيزون الكآبه والنوم، لا مؤاخذه كده لوزر ما علينا، ده سيزون الاكشن كله بالنسبه لي، الشغل الانبساط وبالذات في اللبس. النهارده اقول لك على 6 حاجات اساسيه ترند جدا السنه دي وداخله معانا السنه الجايه، حاجات ما ينفعش تستغنى عنها في شتاء بدايه 2023. تعال اقول لك عليهم. اول حاجه معانا ونبتدي بالتقيل حرفيا البوتس، ودي بقى حاجه كلاسيك تايمليس عمرها ما طلعت من الموضه ولسه كل سنه ترندي جدا. البوتس الجلد بالذات ملهاش حل، والموسم ده زي السيزونين اللي فاتوا البوتس بقى ضخمه بزياده ترندي جدا، بتديك فايب ماسكلين كده رجالي جدا، ومش رجالي عادي، الرجالي الباد بويز، ملهاش حل، بتعلي جمدان اي اوتفيت درجتين ثلاثة أربعة. البوتس الضخمة اللي تشانكي دي وحتى اللي تشيلسي بوتس راجعين بستايلات كبيرة بزيادة تليق على الجينز الباجي. الألوان المعهودة بتاعتنا البني الأسود التان مالهمش حل، بيليقوا على كل حاجة وبيخلوك سالك، مش محتاجهم حتى كلهم، جيب واحد منهم هيليق على كل حاجة. وبمناسبة اللي بيليق على كل حاجة نخش هنا على تاني حاجة معانا ودي مالهاش حل بقى، بالذات لو أنت طولك متوسط وطويل، وهي الابر كوتس مسماها بالبلدي بالطو، بس مش اللي بينزل عند النيز ده، اللي هو فوق النيز بشويه فوق الركب، اللي بينزل تحت الركب ده للناس الطويله بزياده بيخلي شكلها حلو، بس اي حد مش طويل بزياده فوق ال 190 بيخلي شكله قصير. فلو انت طولك من فوق ال 170 لحد ال 190 كده جيب الكوت اللي فوق الركب على طول، ده ملوش حل، ده بقى حرفيا بيليق على كل حاجه، على كل الاستايلات، على كل الالوان، تلبسه على كاجوال شغال، تلبسه على قميص وبنطلون شغال، تلبسه على هودي شغال، تدرس اب تدرس داون، الكود بيخلي شكل اي اوتفيت ماني، سنه ثراء كده بيخلي شكل الاوتفيت غالي، ملوش حل. من اكتر الحاجات اللي نفسي اشتري منها كتير والله، بس جربتها مره وبيخلي شكلي قصير فما حبيتوش قوي، بس على الناس اللي طولها طبيعي ملوش حل. لو انت طولك فوق ال 170 ات وش هيسلكك زي ما قلت لك مع كل حاجه. اكتر لون بحبه فيه التان، هات برضو الاسود لو البادجت معاك حلوه مفتوحه. اتش دايما منزل حبه سيزون ده ضرب نار، بس تاني باكد عليك خلي بالك انه يبقى فوق الركبه عشان يبقى شكلك على وضعه. حلو يا سيدي، هنخش معانا على تالت حاجه بقى، ودي ترند جدا بقى لها سيزونين وقاعده لسه مكمله معانا، وهي القمصان الكروات الثقيله اللي متضايقه على جاكيت دي، الهيفي شيرتس او الهيفي فلانلز، ستايلها خريفي شويه بس تنفع في الشتاء لو انت لابسها فوق هودي او فوق حاجه ثقيله، او لو الجو شتوي بس مش قوي، فاهمني؟ بتديك منظر باد اس كده ملوش حل، بتدي اي اوتفيت بتلبسه سن التكشر كده بتدي له بعد زي ما تقول كده، تمشي على التشينوس، تمشي على الجينز، واكيد طبعا سويت بانتس، ملهاش حل. من الحاجات اللي دايما بتلجا ليها لما تبقى محتار مش عارف تلبس ايه، الواناتها زي ما اتكلمنا قبل كده دايما خليك في الايرث تونز، الالوان الترابيه، بتفتح لك اوبشنات الوان كتيره جدا تليق مع كله، اسعارها حلوه جدا خصوصا بالنسبه لتقلها، احسن بكتير جدا من الجواكت، وقصدي احسن ان هي ارخص يعني وبتدفيك برضه، وشكلها انا بشوفه حلو جدا وشياكه ما بيملكش الا لو انت رفيع طبعا ومحتاج حاجه تملاك. وهنا بقى نخش على الحاجه الجايه، ودي احسن حل للناس الرفيعه بالذات، وهي البافر فيست والبافر جاكيت، ودي برضو شايفها بقالي سيزونين وقلت مش هتكمل معانا، بس شكلها مكمله حبه حلوين. الشباب الرفيع تقريبا دخلها ترند بالعافيه، بس انا بشوف البافر فيست بتليق على حاجات اكتر من البافر جاكيت لكذا سبب، انك ينفع تدخلها في كل سيزونز، فانا بجيبه وبستعمله في الصيف كحاجه فوق تي شيرت لو الدنيا ابتدت اول ما تسقع، في الخريف بستعمله كترانزيشن بلبسه فوق سويتر، وفي الشتاء بلبسه بقى فوق القمصان الثقيله وفوق الجواكت وهكذا، ملوش حل.
حتى بشوف ناس بتلبسه فوق الهودي بس ما انصحش بحاجه زي دي. بتفتح لك اوبشنات في كل حاجه، البافر جاكيتس بتفتح لك اوبشنات انك تلبس تحتيها تي شيرت بس. الالوان هنستكل الغوامق هنا والبيجات والبنيات، ملناش دعوه باي حاجه ثانيه. الاصفر والاحمر والحاجات دي هيزنوك في اللبس، بلاش منهم الا لو انت عايز تجيب حاجه من نفسك ولا حاجه، بس لو عايز تبني حاجه تقعد معاك كذا سيزون كذا سنه قدام تليق مع كل حاجه خليك في الالوان النيوترال. حلو يا سيدي، نخش على الحاجه اللي بعد كده، ودي راجعه برده جدا السنه دي، مش عارف في ايه، هي كل سنه معانا بس راجعه السنه دي على ممرات الفاشن في كل حته، وهي الجواكت الجلد. مش عارف في ايه مع انها طبيعي يعني، بس كل الديزاينرز رجعوا الجلد بالذات كجواكت انه ترند السنه دي، ما تفهمش ليه. الناس اللي متابعه الفاشن وان ويز اكيد لاحظت الملاحظه دي، كل الجلد راجع بقوه السنه دي، جواكت، فيستات، طبعا البوتس، شفت كوتس. فانا بالنسبه لي انسب حاجه وامن حاجه تقعد معايا سنين وعمرها ما طلعت من موضه هي الليذر جاكيت. الجاكيت الجلد دايما باد بوي ودايما على وضعه ما بيطلعش من الموضه، تحديدا طبعا الجاكيت الجلد الاسود ملوش حل، اي شكل كده فيه بيديك كتف كده وبيخلي فريمك شكله احسن. من الحاجات اللي عمرها ما بيبقى شكلها وحش، لو انت تخيل لو انت رفيع لو انت بيخلي شكلك على وضعه اكتر. ومن الحاجات اللي كل ما تلبسها بالذات لو جبتها جلد نظيف بيبقى شكلها احسن واحسن لما الجلد يبتدي ياخد عليك، بيبقى فيه كاركتر كده عوامل التعريه باين عليه، فاهمني؟ وبس يا سيدي، الحاجات اللي راجعه عليها فوكس السنه دي. وطبعا ما ننساش الاساسيات معانا، الهنلي في بدايه الشتاء، الهوديز في نص الشتاء بالذات التقيله اللي هي خامتها تقيله وواسعه كده فضفاضه شكلها حلو جدا بالذات لو انت طويل، السويت بانتس، التراك سوتس، سويت بانتس مع سويت شيرت، السويت بانتس اللي هي التقيله دي مش الجوجرز بتاعت الصيف الخفيف، في فرق خلي بالك. وطبعا خلينا في السيف سايد، بمناسبه الواسع معانا براحتنا، الستايل الباجي راجع، بمناسبه الالوان نخلينا في النيوترال بيبين لنا اكبر، الالوان الغريبه بيبين لنا اصغر، بلاش لوجوز، بلاش كلام عريض، بلاش تفاصيل ملهاش لازمه، عايزين حاجات بيزك شكلها حلو، شكلها على وضعه وما بيطلعش من الموضه. لو جسمك حلو قضيها على طول هيليز فوقيهم جاكيت، مالكش حل. اللبس مش معقد والله يا جدعان، هو الموضوع بسيط جدا. مش مصدقني انزل بص بصه في المول كده، عدي على كل الستورز شوف حاطين على المانيكان ايه. مكسل تنزل المول افتح اليوتيوب شوف الفاشن ران ويز بيعرضوا ايه، بص على ده وبص على ده، خد افكار والالوان اللي تعجبك في دماغك وانزل اعمل لك طقم طقمين دلع نفسك، وهتلاقي كل سيزون وسيزون الحاجات اللي تعجبك مش قوي هتشتري طقم طقمين كل سنه، فاهمني؟ اللبس لو بنيت دولاب كويس مش هتحتاج تجدد على طول، هتحتاج تجدد كل فين وفين. ولو عايزين نعمل لكم فيديو تبني دولاب كويس ازاي قول لي تحت في الكومنتات. بمناسبه الكومنتات، لو وصلت معايا لحد اخر الفيديو هنا قول لي الشتا هو الجمدان يا مان، عايز اعرف مين اللي قعد معايا لحد اخر الفيديو. ولو الفيديو فادك او علمك اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب قناه لو انت ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل اسبوع. وزي ما بنقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفك في الحلقه الجايه.